يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا، وناس كتيرة بتشتكي ان هي مرتبطة بشخص او رجل معين في طبع الانانية، في طبع الغرور، في طبع الصفة النرجسية، ان هو شخص نرجسي. كتير احنا مش فاهمين ان الاسم ده ينطلق على الصفات بتاعت الشخصية دي، ان هو شخصية نرجسية. يعني ممكن نقول ان هو اناني، ان هو مغرور، طبعه وحش، طبعه مش عارفة ايه. انا اتكلمت قبل كده في فيديو على الشخصية النرجسية، ابقى اسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده بشوفوه. لكن النهاردة احنا بنتكلم على ازاي نتعامل مع الشخصية النرجسية، ازاي نتعامل مع الشخص الاناني او الشخص المغرور او الشخص اللي فيه صفة دايما بيتكبر علينا وبيزل لنا، شايف نفسه عنده الانا عاليه جدا، دايما كل ما بيجي يتكلم يقول لك انا عملت كذا وكذا وكذا، انا وقفت جنبك لولايا ما كنتيش بقيتي مش عارفه ايه، ده انا اللي جيت على نفسي عشانك، ده انا وكلامه انا انا انا، عنده الانا عاليه جدا جدا. او كمان انسان يكون مغرور، دايما يتكلم على ان هو قد ايه انيق وقد ايه هو شيك، وانت مش هتوصلي في الاناقه بتاعته ولا الشياكه بتاعته، وانت مالكيش دور في حياته، بل بالعكس كل المثاليه وكل العظمه اللي هو فيها هو من صنعها، وهو اللي بيتحكم في كل حاجه، ومفيش مخلوق في الدنيا زيه، وهو اللي يقدر وانت ما تقدريش ولا اي حد تاني يقدر، وما ينفعش ان احنا نقارنه باي حد. دي طبع الشخصيه النرجسيه. كذا مرة أقول إن الشخصية النرجسية هي مرض، ولكن مرض هو يعتبر مرض نفسي، ولازم إن أنا أعالجه بالطريقة النفسية برضو. يعني لازم يكون عندي نوعا ما من البرود الأعصاب الرهيب جدا عشان أقدر أتعامل مع الشخصية النرجسية. كتير بيتعاملوا مع الشخصية النرجسية بعنف، او ان هم يبقوا خلاص انا مليت فابدا ان انا انهي العلاقه. على فكره ممكن يكون هو شخص نرجسي او هو اناني او هو مغرور او في اي طبع من الصفات النرجسيه، الا انه هو ممكن يكون كويس من جواه. يعني ممكن يكون شخصيه من جواه تحس انه في جانب طيب جدا جدا او جانب كويس، لكن في بعض التطبعات اللي فيه مش كويسة تماما. فاحنا ازاي نعالج ده؟ ممكن برضو واحدة يبقى يعني كتير قوي قوي مننا كبنات او سيدات او مرأة، يعني تبقى بتحب شخص جدا مع انه ما فيهوش حاجة تتحب، يعني اناني وخاين وبلاوي وتحبه جدا، بتقولك ما اقدرش ابعد عنه. فاحنا النهاردة هنتكلم على ازاي ان احنا نقدر نعالجه. احنا عملنا نبذة بس على مين هو الشخصية النرجسية، لكن هسيب لكم الفيديو عشان نعرف الشخصية النرجسية، نعرفها ان هو ده ازاي. ازاي ان انت بقى تتعاملي معاه؟ ما انت ممكن تبقي يعني حبيبته، خطيبته، كارثة لو انت مراته، فمشكلة كبيرة. تعالوا نقول اول خطوة. اول حاجة التجاهل، ان انا ابدأ اتجاهله، اني انا ابدأ ان هو لو هو موجود قدامي في مكان ابدأ ان انا مش شايفاك، انت فين؟ اللي هو ما ادهوش الاهميه، ما ادهوش برستيج قدام الناس، ما ابداش ان انا اتكلم معاه واول ما اشوفه اكون متلهفه ان انا اتكلم معاه، لان الصفه او الحركه دي بتزود عنده الغرور جدا، فيقول لك طب ما هي هتموت عليا اتقل انا عليها. بل بالعكس، انا عايزاكي انت اللي تتقلي عليه، انت اللي يكون عندك نوعا ما من انت بقى استخدمي الانا العاليه شويه عندك. يعني ما بلاش ان انا اول ما اشوفه يبقى انا ما صدقت ان انا اشوفه، ابدا اللبخه تبان عليا، نظره عينيا اللي ممكن تبقى دايما عليه وبتراقب تحركاته، لا ما خليهاش كده، لا عندي كذا حاجه اقدر ابص عليها. ما فيش حاجه تلهيكي امسكي موبايلك والعبي فيه، اتفرجي على اي، ان شاء الله هتقعدي تتصوري سيلفي، بس اهم حاجه ان انت تكوني مش مدياله اي اهتمام خالص ولا حتى بالنظره. حتى ممكن يجي يتكلم معاكي ردي على قد الكلام، لكن ما تدوش الكلام اللي هو ان انت عايزه اللي تتكلمي معاه وانت اللي تفتحي مواضيع، لا نهائي. حتى لو في حاجه عايزه تسالي عليها استني عليها شويه، يعني ما كبرتش الدنيا. فدي اول حاجه. ولو قدرتي ان انت تعملي معاه التخلي، فن التخلي يعني يبقى اكتر، يعني لو تحسسين ان انا مش متجاهلك وبس، لا انا اقدر ان انا اسيبك كمان، يعني وصليه لمرحله ان انت تتخلي عنه، ان انت ممكن تكوني مش عايزاه اساسا، انت مش فارق معايا اساسا. فدي اول خطوه. تاني حاجه، الشخصيه النرجسيه او الشخص الاناني دايما بينسب كل فضل في حياته او في حياه الاخرين لنفسه، دايما بيكون شايف نفسه جدا، ودايما بيكون ان هو يقول لك ده انا اللي بقى، انا اللي عملت كذا، ده الدنيا دي مش ماشيه الا بيا، ودايما يقلل من شؤون الاخرين ويقلل من انجازات الاخرين ويفرض انجازاته هو ويبلورها بشكل كبير جدا.
تاني خطوة عليك ان انت تعمليها اضربيه بقى الضربة الصح بقى، لما يجي يتكلم على انجازات قولي له انجازات ايه وحاجات ايه اللي انت بتقولها دي، ده انا اعملها بصابع رجلي الصغير يعني على فكرة. وقللي قللي منه جدا جدا، هيزعل يتفلق يعني، لان سوري يعني انا بقول كده، بس دي حاجة هتخليكي انت قوية بقى، وان هو ما يفرضش نفسه عليكي كتير ولا يذلك ولا ان هو يتحكم فيكي او ان هو يقلل من شخصيتك نهائي. الحركة دي عايزين ونمشي عليها فترة كبيرة، لان هو بيرجع الشخصية النرجسية دي بترجع تاني يعني، مرض كده بيهدى شوية ويرجع مرة تاني، فلازم ان انت تقعدي فترة كبيرة على نفس الاسلوب ده. والشخصية النرجسية ضعيفة جدا، لكن بتظهر ان هي شخصية قوية وجحدة وعنف وحاجات زي كده، لكن هي بالاساس ضعيفة جدا جدا. فانتي ابدأي ان انت تقللي من انجازاته دي، ان انت ما بتعملش حاجة اساسا يعني، انت غيرك عمل كذا وكذا وكذا وكذا، انت تيجي في مين، في فلان الفلاني يعني، انت ما تجيش شبر ابرة في حاجاته يعني، انت مين انت. ودايما قللي من الحاجات اللي بيقولها، قللي منه جدا، دايما قللي منه. عارفه اقول لك لدرجه مثلا لو انت لبسك مش متناسق، في حاجه غلط بس انا مش عارفه ايه هي، في حاجه غلط في شكلك، يمكن انت شعرك عامله لازم تغير، مش اللي هو ما تبقيش شايفاه كمان بشكل اللي هو انت الواو اللي ما حصلتش، او ان انت اللي اشتغلت الشغله دي غيرك معرفش يشتغلها، او انت اللي وصلت او انت اللي اشتريت مش عارفه ايه وغيرك ما بيعرفش يشتري. لا، الناس تعرف تعمل ده كويس جدا، ويمكن انت في احسن منك كتير قوي، ده فلان احسن منك، ده مش عارفه مين افضل منك. قولي ده وبجاحه يعني، خليكي انسانه بجحه. هيكون عنيف على فكره شويه يعني، مش هيتقبل ده، وممكن يرد بطريقه عنيفه. اخلعي يعني، اخلعي من قدامه، وانت بس اضربي الضربه واخلعي من قدامه. وقتها هو بيبقى عنيف، لان الحاجه دي هزته جدا، لانه شخصيه ضعيفه، فوقتها ممكن يرد بعنف او ان هو يتكلم معاكي بطريقه عنيفه. انت ممكن تسيبيه وتمشي يعني، قولي له الكلام ده وسيبيه وامشي، عشان العنف ما يطلعش عليكي في طريقه كلام. والشخصيه النرجسيه قلنا قبل كده ان هي عنيفه في الكلام، فنبعد عنه تماما، تروحي غرفه لوحدك، تروح تمشي من قدامه اساسا، ويبدا هو ياكل مع نفسه بقى. ومره في الثانيه في الثالثه يبدا ان هو يخف الموضوع ده، عشان هيعرف ان هو مش هيصد قدامك. ثالث حاجه، ان انت ما تقوليلهوش انت شيك النهارده، ايه ريحه البرفان بتاعك دي، لا ده انت عطرك حلو جدا، ده انت مش عارفه ايه، لا ده انت ما بلاش ان انا بقى امدح فيه يعني. يعني احنا عملنا الخطوه الثانيه، فما تجيش بقى ان احنا نكسرها، حتى لو بقى قدامك مين يعني، لو بقى هو قدامك واو، فانت برضو ما تخليهوش ان هو ياخد في نفسه مقلب، وما تعظميش فيه، ما بلاش ان انا اعظم فيه ولا امدح فيه ولا ان انا اكبر منه ولا اعلي من شانه في اي حاجه خالص، عمل، شكله، مظهره، حياته، اي حاجه، اخليه عادي جدا يعني. حتى لو هو ايه، اوريله ان انت مش مالي عيني يعني، لازم جدا جدا اوريله ان انت مش مالي عيني، مش انت اللي تغريني، مش انت. فهو على فكره الشخصيه النرجسيه بتحب قوي قوي قوي، او الرجل النرجسي بيحب قوي الشخصيه الاقوى منه، فبالتالي هو انت اللي هتلفتي نظره، لانه هيحاول يعمل كل حاجه عشان يخلي ان يوريكي انا اهو، انا احسن، انا افضل، وابدا اني انا كمان اشوف نفسي عالي يعني، ابدا اني انا اكون مغروره اكتر، او اني انا اكون شايفه نفسي، اهتم بحالي، اهتم بلبسي، اهتم بستايلي، اهتم ببيتي، اهتم بحياتي، اهتم بشغلي، اهتم بمستقبلي، لياقتي، الحاجات دي كلها، ابدا ان انا اهتم بنفسي. فبالتالي هو لما يشوفك انت مهتميه بنفسك، فده معناها ان انت بتشوفي نفسك عليه، فاذا انت بتستقليه، فاذا هو هيبدا يتشد ليكي اكتر. الرجل النرجسي او الاناني او المغرور او العنيف او لازم تحسي ان هو بيتكسر ده بجد، او مش هو اللي بيتكسر، بس احنا نكسر الغرور او نكسر النرجسيه اللي عنده. لازم زي بالظبط مرض السرقه، مرض السرقه علاجه ان اللي هو ان انت تحطيه في مأزق ان انت كشفتيه، هو ده العلاج النفسي. فاني انا برضو هعالجه بنفس الطريقه، اني انا هوريك ان انا احسن منك، وان انا هكون مغروره اكتر، وهوريك الانانيه على حق. مش معناها ان انا بقول لكم كونوا انانيين او مغرورين على الصفه العامه، بالعكس، انا مع الشخصيه دي، شوفوا حالكم على الشخصيه دي، لان الشخصيه دي هي اللي هتيجي بعد كده تكون بتحاول تقرب منكم، وتحاول ان هي خلاص هي شايفه ان انتم اللي بقيتوا حاجه عاليه، وكسرنا حته الانا اللي عندهم او الانانيه اللي عندهم. كمان الانانيه ممكن تكون بعنف، ان هو ممكن يكون عايز منك طلبات فلوس، ممكن ان هو يطلب منك فلوس، دي مش من ضمن الشخصيه النرجسيه، لكن هو برضو من ضمنها في العنف يعني. لكن ممكن الشخص الاناني يطلب منك فلوس، ممكن يبقى عايز يمضيك على حاجه، عايز يعملك على حاجه،
انت ذكيه، مش لازم اني انا كل ما طالبه ان انا اعملها. كمان عايزه اقول على حاجه تانية بس شويه جامده الكلمه دي، ان انت تكوني في بتلبي طلباته حتى سواء المراه وزوجها في العلاقه الزوجيه او الحاجات اللي زي كده، دي مش حلوه برضو. يعني مش لانه بيكون شخصيه عنيفه كمان، فان انا لازم ان انا اكون واخد ليكي شخصيه في الموضوع ده، مش طلب وانت توافقي. ومتهيألي انا لو انا عايزه بس السيدات اللي هتبقى فاهمه النقطه دي، فلازم ان انا مش كل حاجه ان انا اكون موافقه عليها. تمام حاضر اه كلامك ماشي كلام ده، لا لازم اكون ليا شخصيه حتى في الموضوع ده. دي حاجه كمان اني انا اكون ليا ان هو مهما يقول مثلا عايز نخرج ما نخرجش نروح ما نجيش الكلام ده، مش انت اللي هتقولي، ولازم توري له ان انت ليكي شخصيه في امورك الحياتيه، في نظامك، في حياتك، في شغلك، في تفاصيل كل حاجه في حياتك، ان انت ليكي حاجتك، ليكي حياتك، ليكي منهج بتاعك، ليكي حريه شخصيه، ليكي حريه جسديه، ليكي حاجات كتير انت حره فيها، انت تقدري تقولي اه او لا، تقدري ان انت ترفضي طلباته. فان انت بتوري له ان انت كلامك مش اوامر، انت مش اله منزل، بالتالي هو هيحس ان هو منكسر في اكتر من حاجه اللي فيها عنده العاليه دي، الحاجه العاليه، الانا العاليه، الغرور، اللي هو يكون نرجسي او عنيف او 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 الحاجات زي كده. هيبدا هو اللي يجري وراكي. كل ما انت تفردي نفسك وقوتك وتفردي سيطرتك، ده معناها ان هو بيكون بيضعف هو قدامك. وكذا مره قلتها برضو ان الشخصيه النرجسيه شخصيه بالفعل هي في الاساس ضعيفه، لكن بتظهر قدامك بتفرض قوتها عليك وبتحاول تسيطر عليك بقوه مزيفه او بعنف مزيف، هو بيداري ضعفه في اللي هو بيعمله ده. ده كان موضوع النهارده، بتمنى ان انا اكون فدتكم، بشكركم جدا، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.